Bonjour à toutes et à tous mes amis chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, on va préparer une recette tunisienne. On le prépare surtout lorsqu'on est pressé, cette recette. Les ingrédients pour la recette, alors il faut des œufs, des crevettes, tomates concentrées, tomates coupées des petits morceaux, poivrons verts, petits morceaux aussi, oignons, pareil, râpés ou mixés ou coupés des petits morceaux. Les épices, alors comme de l'ail, de paprika, sel, poivre noir, de l'ail, un peu de persil et un verre d'huile d'olive. مرحبا بكم الناس كل اليوم مش نحضروا روسيت تونسيه روسيت هذه نحضروها وقت نبدو مزروبين وفما الف طريقه باش نحضروا بها العجه اليوم العجه هذه التونسيه مش نحضروها بالكروفيت نجم نحضروها بالتون نحضروها بالاسكالوب نحضروها من غير حتى شيء كان بالبيض وقهوه اليوم انا باش نوريكم كيفاش نحضر العجه نتاعي بالكروفيت نوع من انواع العجه والروسيت هذه نحضروها وقت نبدو مزروبين وما عندناش الوقت نحضروها اكله خفيفه ويحبوها كبار وصغار يا حضرت لنا البيض حضرت طماطم كونسنتري طماطم خضراء فلفل اخضر مقصوص مرصوص صغار شطر بصله وكروفيت وعندنا لوفيح نتاعنا تستعملوا كيما تحبوا انتم لوفيح نتاعكم انا مش نحط راس الحانوت فلفل احمر وثوم وفلفل اكحل وشويه معدنوس اذا كان اخضر ولا شريح كيما تحبوا انتم وزيت زيتون هذا مكان للروسيت تبعوني روسيت مطلبش وقت كبير باش نحضرها وبنينا برشا Alors là, je prends l'huile d'olive. On va préparer pour 4 personnes. Après, à vous de voir les ingrédients. Vous pouvez mettre plus ou moins. Voilà. Hatit, crevette, tomate malhia, tomate makha. Kul mish qalouhom bizzit. Ou mbaad, nhotou le feh. Qalouhom bizzit. Tariqa, ma tariqa, tkouzine mali, tahadar biha. بعد كل واحد يحضر العجة وإلا أي أكلة راه كل واحد يحضر بطريقته والرزلتا هي بيدها تبدأ كلهم تبدأ تعجب راه المهم تاخذوا الفكرة وكهو به نحط على المقلة نحط المقلة على النار ونساعدهم على النار ولا نعرجهم على النار بالكدي بالكدي ومن بعد باش نحط الفيح نتاعي ونحط البيض والطماطم نكبرها ونحطوها باش هي تسيب لنا الماء وتعطي بنه من غير ما نزيدو الماء للعجه بتاعتنا اذا كان نحطو طماطم مكحل اذا كان نحطو طماطم كونسونطري نجمو نزيدو مغرفه ولا كيلو ماء باش تغلي بكدا وتسيب باش فما كمان شويه صوص باش نحطو البيض نتاعنا باش يطيب نحطو طماطم مكحل مع الطماطم المرحيه كيما نقولو حنا باش تسيب لكم الماء وتعطي بنه طماطم مكحل كيما تعرفو هي تعطي بنه راهي الماكله الاغلبيه كيما طماطم الحرب تحطوها في اي روسيت تعطي بنه خاصه بصراحه نساعدهم بكري بكري على النار حتى نشوف البصل نتاعي الذب بكري والفلفل كيف كيف ما حلوهمش نايمين كمان انا مش غطي المقله نتاعي وبكون فيها pendant 10 minutes après je reviens مدة 10 دقائق ونرجع من بعد نفقد توا العجة بتاعتنا maintenant on va ajouter les épices نحطو التفاح بتاعنا الفيت الأحمر حطيتو الأخر مع التفاح نحطوشهم دول باش ما يتحرقش خمسة دقايق نحرك الفيح نتاعي مع الحليب الكل على العجة طماطم الحل خلطهم بالماء وتوا باش نحط البيض نتاعي نحط البيض توا وبعد ندخل الزيت lorsque vous voyez votre sauce qu'il n'y a pas beaucoup de jus beaucoup de sauce vous pouvez ajouter un petit peu d'eau نجمو تزيدو شويه ماء اذا كنت تشوفوا العجه نتاعكم ما فيهاش ياسر الطماطم نتاعك ما سيبتش ماء برشا تزيدوا شويه ماء انا حطيت زيت طماطم يعني ما يستحقش الماء مي انتم تنجمو تزيدو شوية ماء اذا كان تحبو تعملو كامل طماطم كونسونطري ايه حطو البيض نتاعنا توا
البنك نتاعنا تي تعقلوا الوقت اللي لكم نجم 10 دقائق 5 دقائق كيما تحبوا لكم الطريقه اللي تحبوا تاكلوا بها البيض Voilà mes amis, comme vous voyez, notre plat il est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الفطور نتاعنا حضر عجه تحفونا الاخر رسيت تحبوه كبار وصغار ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله جربوها في دياركم ما تنسوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت وليزيدي نتاعي تبقاو على خير وراهو ابوني ساكوتا ريان دي تو ان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما خير.